السلام عليكم الاخوان. احنا العالقين في موريتانيا، احنا عند السفاره المغربيه، الناس في البيتين استيكانوا بالويجهم، انا واحد منهم حتى انا، الناس كاملين ناعسين غير برا، انتم مول برد، العيالات راهم خاشينهم في الطوموبيلات، الناس زين هنايا الطوموبيلات حاطينهم في عباد الله هنايا كامله، هانتوما واحد السيد يلاه جابينا لمانط وجابينا مسكين من ناكلو الماء وهداك الشي، فهمتي؟ لقينا الخير في البرانيين الصراحة، هاد الناس هادو لقينا فيهم الخير، جابو لينا من ناكلو، فهمتي؟ وديالنا حنا هما هنايا في السفارة سادين عليهم، ما خرجو دواهم معانا، ما قالو لينا حتى شي كلمة من الصباح وحنا هنايا، حتى واحد ما قال لينا شي كلمة. الناس كاملين مريحين كيتسناو المناط مغطين، يعني البرد ماشي ما كاينش البرد، حنا في نواديب ورا داير بينا البحر، فهمتي؟ شنو نقول لكم، مع كاين دراري صغار كاين عيالات، الناس مزوجين هنايا، فهمتي؟ يعني ما شافوش فينا كاع، ما دواوش معانا كاع، شي كلمه ما قالاش لينا، ما قال لينا لا ايه لا 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 غادي نديرو شي حل لا والو، فهمتي؟ جا بقى كيخرجوا الناس كيمشيو، حتى من المغاربه ديالنا ما دواوش معانا، يعني اش نقول لك، الناس كتعاني هنايا، فهمتي؟ الناس جاينا كي اللي جاي غير يعزي، كي كل وشنو جاي جايين غير خدمه ديال 5 ايام 10 ايام، باغيين يرجعوا تسدوا عليهم، كيقولوا لهم نهار 13 ديسمبر غادي نفتحوا، وباقي سدوا على الناس، ما ولينا في شهر 15 يوم دابا وحنا سادين علينا هنايا، الناس عايشه غير في الزنقه، فهمتي؟ يعني ولينا كنضطروا، والفلوس هما ما كاينينش، الناس اللي غادي يمشي ويسكنوا في اوتيل ولا شي حاجه، فهمتي؟ حتى شي حل ما داروه معانا، خلاونا هنايا، فهمتي؟ ما شا نقولوا لكم، الحياه شويه صعيبه، فهمتي؟ يعني هنايا مشاكل، فهمتي؟ مهم، الله يجازيكم بخير، كلشي بارطاجي هاد الفيديو هذا، فهمتي؟ باش يوصل شي مسؤول، اذا كانت فيه واحد شويه ديال الرحمه، يقول للناس غير دخلوا في حالاتكم، فهمتي؟ بغاو بي سي ار، بغاو الحجر الصحي، فهمتي؟ اللي بغاو نديروه معاهم، حنا ما عندناش الاشكال في هاد الشيء هذا، فهمتي؟ لا حالاتكم، فهمتي؟ بغاو بي سي ار، بغاو الحجر الصحي، فهمتي؟ اللي بغاو نديروه معاهم، حنا ما عندناش الاشكال في هاد الشيء هذا، فهمتي؟ لا ميك كيمشي وكيجي الناس من هنايا اجانب كيمشي وكيدخلوا، فهمتي؟ ما كيحبسوهمش، حنايا لا، حنايا قال لك ما فهمتش علاش، واش حنا ماشي بشر ولا شنو؟ فهمتي؟ الناس كلها هنايا كلشي عجالة كبار بعيالاتهم، ماشي قليل هنايا، انا تقريبا هو اصغر واحد هنايا عندي 24 عام، اما الناس كاملين راه كاينه 60 70 عام مريحين معانا هنايا، راه ماشي، فهمتي؟ يعني هادشي هذا اللي خلاونا فيه هنايا حشومة وعيب وعار، كاع قسما بالله الا عيب وعار، فهمتي؟ ما قالوا هادوك الناس كاع، الناس اللي في تركيا، الناس اللي في اوروبا كاملين جابوهم، حتى لهادو اللي هنايا في افريقيا، حتى واحد ما قال لهم شي كلمه، حتى واحد ما فكر فيهم، فهمتي؟ ان 4 ايام وحنايا عند الحدود كنباتوها في الزنقه، كاع عمرنا حبوب قمل طراب، فهمتي؟ تمحنا واحد بزاف، واحد العذاب دوزناه بزاف والله، يعني اش نقول لكم، محنونة بزاف، ما معولينش على هادشي هذا كامل، ما كيصحبش لينا بان الباسبور ديالنا ما كيساوي والو، ما كيصحبش لينا باللي المواطن المغربي راه باغي المغاربه يزيدوا لقدام، لا، ما بقينا الكونترير ديال هادشي هذا، فهمتي؟ الناس هنايا خرجوا مغاربه خدامين هنايا، دازوا ما دواو معاك، ما السلام ما قالوهاش، فهمتي؟ السلام يلا خرا ما قالوش خويا شنو خاصكم، نتوما زعما كاين مغاربة بحالنا بحالكم، فهمتي؟ ما قالوا والو، فهمتي؟ يعني كيمشي كيف الطوموبيل كيمشي في حالاتهم، موت انت تسطا ضربك البرد، ولو كاع نقولوا
هاد كورونا هادي احنا ما فيناش كورونا ما فينا والو الحمد لله. ويقدر هنا واحد يكون مريض فهمتي، مشى للحانوت جابه من عند شي واحد، اي عادي هاد الناس كاملين حيت حنا كاملين هنايا. وبليجي خاصك تختف بعضياتكم باش تسخن فهمتي، يعني هنايا والسيد هو يلا دار فينا الخير، جاب لنا جوج مناط وجاب لنا الماء والديسير فهمتي، ولينا كنطيبوا في الزنقه ولينا متشردين، كنا الحمد لله بخير وعلى خير، ولينا هنايا في موريتانيا ولينا عايشين تشربوا فهمتي. ما فهمتش واش ما كاينش شي حل، واش ما كيفكروش فينا، واش لا اله الا الله محمد رسول الله. شنو نقولوا لكم فهمتي، حاولوا الدراري بلي هاد الفيديو هذا يبارطاج بزاف ولي جيم بزاف، لاش لي جيم كاع البارطاج كافي، حنا يوصل لينا غير. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.